حبر على الهواء مع دانا جبريل. أهلا فيكم بحلقة جديدة من حبر على الهواء. يوميا إحنا بنبعت كتير من الرسائل حول العالم عبر تطبيقات الهواتف الذكية، واتساب، فايبر، فيسبوك وغيرها. طبعا هاي التطبيقات منتشرة عشانها سهلة وكلفتها بسيطة، بس يمكن هاي التطبيقات تعرض خصوصيتنا للخطر في حال تم استخدامها بشكل خاطئ. طب عمركم فكرتوا ليش ما بندفع مثلا لجوجل، فيسبوك، مايكروسوفت او ياهو مقابل خدماتهم؟ لانه ببساطة احنا المستخدمين نفسنا، احنا السلعة واحنا المنتج اللي بتبيعه هاي الشركات. لانه اللي بيصير انه كل شيء انت بتعمله من خلال هاي المواقع بيتسجل وبيتعالج عشان يستخدم بعدين في توجيه الاعلانات لإلك، واحيانا ممكن يتم استخدامها ضمن برامج تجسس مع الحكومات. عشان هيك ممكن يكون محير شوي إنك تختار تطبيق آمن للاستخدام وبحافظ على خصوصيتك، بس محمد الطاهر بكتب لحبر كيف ممكن نختار التطبيق الأنسب. القاعدة الأولى، قبل ما تحمل أي تطبيق اتأكد من الأذونات، البيرميشنز. كتير منا بوافق على الأذونات اللي قبل تحميل أي تطبيق من دون ما يقرأها، مع إنك لازم تكون حريص جداً في الموافقة على هاي الأذونات، ولازم توازن بين البيرميشنز اللي بيطلبها التطبيق وبين الوظيفة اللي لازم يقوم فيها هذا البرنامج، لأنه كل ما زادت الأذونات اللي بيطلبها التطبيق زادت المعلومات والبيانات اللي ممكن يجمعها التطبيق عن الشخص المستخدم. القاعدة الثانية، الأفضلية للتطبيقات مفتوحة المصدر، الأوبن سورس. بشكل عام ما بصير توثق بأي إشي أنت ما بتعرفه، لهيك التطبيقات مفتوحة المصدر بتوفر للجميع معرفة شفراتها. يعني في حالة وجود أي برمجيات خبيثة موجودة بالتطبيق اللي بدك تنزله أو في ثغرات برمجية، فالمبرمجين والتقنيين ممكن يكتشفوها لو كان أوبن سورس. وما تفكر إنه إذا أنت ما كنت مبرمج يعني ما رح تستفيد من المصادر المفتوحة، فحتى لو أنت ما بتقدر تفهم هذا الكود البرمجي، في شخص تاني ممكن يكون يفهم هذا الإشي. القاعدة الثالثة، الأفضلية للتطبيقات المعمية، يعني اللي مشفرة. التعمية ببساطة هي تحويل البيانات زي النصوص من شكل مفهوم للإنسان لشكل غير مفهوم زي الرموز والأرقام، بحيث ما ممكن لأي شخص إنه يطلع على هاي البيانات إذا ما كان بيملك المفتاح. لهيك لازم تحرص إنك تحط التطبيقات اللي بتتميز بخاصية التعمية أو المشفرة. القاعدة الرابعة والأخيرة، اقرأ المرجعيات والتقارير واطلب المساعدة. مش عيب انك تسأل الآخرين عن آرائهم. لما بدك تطبيق بيأدي وظيفة معينة، دور على الإنترنت أو استشير أي حدا متخصص عن أفضل التطبيقات المتاحة واللي ما بتنتهك الخصوصية أو بتعرض بياناتك للخطر. في كتير من المدونين التقنيين والباحثين الأمنيين والشركات العاملة في مجال الأمن الرقمي بيصدروا تقارير ومراجعات حول التطبيقات والبرمجيات. حاول إنك تقرأ هاي المرجعيات والتقارير لتعرف إذا كنت بتستخدم تطبيقات صحيحة أو لا. على موقع حبر.com ممكن تقرأوا تقارير معمقة أو مقالات الرأي، وكمان ممكن تستمتعوا بالمحتوى الفني والثقافي إضافة لرزنامة حبر لأهم الفعاليات على مدار الأسبوع، دايماً عبر مجلتنا الإلكترونية حبر.com.